سؤال رقم ستة طلب منا رسم عداد ترديده عشرة باستخدام قلابات جي كا حيث المداخل إرغام مناشطة في المستوى الأدنى أول شيء نقوم به تحويل قلاب جي كا إلى قلاب تي أي أنه يعمل في حالة تبديل وذلك بتغذية جي وكا بواحد منطقي ثانيا ربط القلابات فيما بينها بهذا الشكل لماذا ربطت بالمخرج كي ولم اربط كي بار؟ لان العداد الذي اريد انجازه هو عداد تصاعدي، متى يكون عداد تصاعدي؟ اذا اختلفت الجبهه مع المخرج، اذا كانت جبهه نازله مع المخرج العلوي هنا يكون عداد تصاعدي، او اذا كانت جبهه صاعده مع المخرج النازل، هنا يكون عداد تصاعد اما اذا تشابهت الجبهه مع المخرج فيصبح عداد نازل. مثلا المخرج الصاعد مع جبهه صاعد عداد تنازلي المخرج النازل مع جبهه نازل عداد تنازلي فهنا صممت عداد تصاعد كما تلاحظون في هذه الحاله عداد بدوره كامله ترديده 16 2 اس 4 ثانيا يجب معرفة من هو القلاب ال ذو الوزن الأضعف ومن هو القلاب ام ذو الوزن الأقوى القلاب الذي يربط مباشرة بالمقاتية هو يسمى الوزن الأضعف أما القلاب الأخير فهو ام اس ذو الوزن الأقوى بعدها بعدها ننظر إلى دارة العداد المعطاة نلاحظ أن أرجع إلى الصفة إما عن طريق رميز أزيرو أو عن طريق نهاية العد يجب اتباع رسم المعطاة في هذه الحالة رسمنا إرجاع إلى صفر وهي كتلة إرجاع إلى صفر عند صفر منطقي نلاحظ أن هذه البوابة مربوطة برأس وبقية لي مخرج الثاني مخرج الثاني هو إرغام العدد على رقم عشرة كيف نعرف الرقم الذي نرغمه على عشرة؟ لدينا عشرة بنظام عشري نحولها إلى نظام ثنائي فنلاحظ أن الرقم الجديد هو ألف وعشرة حيث البيت الأول هو أس بي والبيت الأخير هو أماس بي البيت الأول أماس بي يساوي صفر إذا بما أنه يساوي صفر يربط بالمخرج المنفي الصفر هي قيمة المنفية والواحد هي القيمة غير منفية إذا كي أ وجدناه تساوي صفر إذا البوابة المدخل الأول البوابة يربط بكي أ با ثانيا البيت الثاني وهو كي بي وجدناه يساوي واحد منطقي إذا مباشرة نربط كي بي ببوابة ارجع الى الصفر ثالث بيت صفر وهو كي سي وبما انه يساوي صفر فهو كي سي بار اذا يربط من مخرج المنفي واخر بيت وهو الوزن الاقوى نلاحظ ان كي دي يساوي واحد اذا مخرج اذا البوابة تربط بالمخرج كي دي ومخرج البوابة وكما تلاحظون يربط بالمدخل الثاني لبوابة نور بهذا الشكل وهنا نكتب ان يساوي عشر اذا هذا الارغام يسمى ارغام ذاتي عند وصول رقم عشرة فتصبح الواحد او صفر واحد او صفر يساوي واحد نفيه صفر وبالتالي تنشط كل مداخل الارغام ويرجع العداد الى صفر تلقائيا يسمى هذا الارغام ارغام الذات اما رميز ا0 راس وهو ارغام يدوي